العالم غداس الحرب العالمية الأولى. عندما نتحدث عن العالم غداس الحرب العالمية الأولى فنحن نتحدث عن الوقائع التي شهدها العالم بعد الحرب، وأهمها مؤتمر السلام. الذي انعقد سنة 1919 بقصر فيرساي بفرنسا لإقرار السلم والصلح بين الدول المشاركة في الحرب العالمية الأولى. هذا المؤتمر الذي حضره الأربعة الكبار: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويلسون، ورئيس وزراء بريطانيا العظمى ديفيد لوي جورج، ورئيس وزراء فرنسا جورج كليمانسو، ورئيس وزراء إيطاليا إيمانويل أورلاندو. من نتائج هذا المؤتمر فرض معاهدات على الدول المنهزمة في الحرب العالمية الأولى. معاهدة فيرساي مع ألمانيا، بموجبها استرجعت فرنسا منطقتي الألزاس واللورين واقتطعت أراضي من ألمانيا لفائدة الدول المجاورة. وفقدت ألمانيا مستعمراتها ووضعت منطقة السار تحت إشراف عتبة الأمم، وتم تخفيض الجيش الألماني وإلغاء الخدمة العسكرية وفرض غرامات مالية باهظة على ألمانيا وتجريد منطقة الراين من السلاح. معاهدة سان جيرمان مع النمسا ونصت على فصل هنغاريا عن النمسا والاعتراف باستقلال القومية السلافية الخاضعة للنفوذ النمساوي. معاهدة نوي مع بلغاريا ومعاهدة تريانون مع هنغاريا المجرد. تضمنت المعاهدات اقتطاع أراضي من البلدين لصالح الدول المجاورة. معاهدة سيفر مع الإمبراطورية العثمانية، بمقتضاها تفككت الإمبراطورية العثمانية بعد اقتطاع أراضيها الأوروبية لفائدة الدول المجاورة مثل اليونان، وفرض الانتداب الإنجليزي والفرنسي على المشرق العربي. من نتائج الحرب العالمية الأولى اختفاء الإمبراطوريات التقليدية وتفككها، كالألمانية، العثمانية، النمساوية والروسية. من نتائج الحرب العالمية الأولى أيضا ظهور دول جديدة بأوروبا الشرقية بناء على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، كبولندا والاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا. تغيير الخارطة السياسية لألمانيا. وتأسيس عصبة الأمم. أما على المستوى الاقتصادي فقد تراجعت مكانة أوروبا لصالح قوى اقتصادية جديدة، أمريكا واليابان. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد.